أكثر من 4 ملايين معاق في العراق جراء الحروب التي خاضها النظام المباد والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين والعسكريين بعد عام 2003، إلا أن المستجرين رسميا في وزارة العمل لا يتجاوزون 300,000 معاق بسبب قلة التخصيصات المالية. شريحة كبيرة تعاني الأمرين جراء قلة الرعاية الطبية والمالية المقدمة لهم، رغم وجود قوانين تنص على منحهم حقوق وامتيازات عديدة. أكثر من 4 مليون معاق موجودين في العراق، وأسباب طبعا الحروب العديدة اللي مرت بالعراق، وصولا إلى حربها ضد عصابات داعش الإرهابية، كل هذا أدى إلى زيادة مكونات زيادة ذوي الإعاقة بين مكونات الشعب العراقي. منظمات مدنية معنية بشؤون ذوي الإعاقة طرحت المشكلات التي تعاني منها على وزير العمل خلال لقاء جمعهم في مقر الوزارة من أجل العمل على حلها، ولا سيما مشكلة راتب المعين والرعاية الطبية، فضلا عن التسهيلات التي يجب أن تقدم لهم عند مراجعة دوائر الدولة. هناك اعتبارات لحماية ذوي الإعاقة في الظروف الغير طبيعية. ذوي الإعاقة يجب أن ينتشلون من حالة الضياع وحالة الإهمال والإقصاء وعدم الدمج. معاناة ذوي الإعاقة أيضا هي معاناة من خلال مراجعات للدوائر الرسمية، كافة دوائر الدولة. يعني عندما نذهب لأي دائرة من دوائر الدولة لا يوجد مداخل ومخارج ميسرة من أجل دخول وخروج ذوي الإعاقة. الوزارة من جانبها وعدت بتلبية المطالب التي قدمها ذوي الإعاقة والعمل على تسجيل أكبر عدد منهم في قاعدة بيانات هيئة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. استمعنا إلى مطالبهم، استمعنا إلى مشاكلهم. هناك أمور متعلقة بالتخصيصات المالية والموازنة، هناك أمور متعلقة بصلاحياتنا كوزارة، هناك طلبات أخرى وفق قانون هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. وعدناهم بأننا سنبذل قصارى جهدنا مع كادر الوزارة ومع هيئة ذوي الإعاقة من أجل تحقيق مطالبهم. وبحسب هيئة الرعاية فإن أكثر من 12 مادة أرسلت إلى مجلس الدولة من أجل تعديلها ستضمن حقوق ذوي الإعاقة في حال إقرارها.